حرام عليهم يا زلمه الهمر، احنا منودي شباب الشغل بخمسين شيكل، مش حرام عليهم؟ الحين وانا ماشي مسرع انكسر السنابر السياره معي، وقفته ونطيت وشريت منه، اجوا على السياره سطحوا العجال، نزلوا اثنين جنود سطحوا العجال كسروا القزاز الدواير كلها، والهمر لحق الكادي الثاني كسرها وعاود رجع على الفرد، طلعوا العجال من ورا حطوها تحتيها وجابوا مطرة بنزين تعدى من الهمر تبعهم، رشوا على دايرها حرقوها. شو هذا معاملة الجنود هذول؟ هذول البشر هذول